السلام عليكم، مساء الخير. اليوم جيناكم من المركز الثقافي بمدينة جيزان. اليوم راح نقول لكم بروفات الستاند اب كوميدي. طبعا هو لأول مرة يعرض في منطقة جيزان، قايم عليه شباب من المنطقة. الفعالية راح تقام الخميس والجمعة. راح نقول لكم جزء بسيط من البروفات، خلوكم معنا. وبكذا أعزائي المتابعين، نقلنا لكم جزء بسيط من بروفات الستاند أب كوميدي الذي سيعرض يوم الخميس والجمعة القادمة. احنا احد الرعاة الاعلاميين للفعالية، ان شاء الله راح نقول لكم الفعالية، واذا قدرتوا تيجوا حياكم الله.